بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله مع بعض هنشوف خطوة بخطوة إزاي المسألة اللي قدامنا دي بتتحل. ديت مسألة بروبلم على اللينير بروجرامينج، تمام؟ يعني مسألة معطاها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. المسألة مسألة اللينير بروجرامينج بتحتوي على اوبجيكتيف فانكشن دالة هدف بالشكل ده كده، فمعطى دالة الهدف هنا في الماكسمايز عبارة عن اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3، وبتحتوي كمان على مجموعة من القيود من الكونستريند، مجموعه من القيود بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. بيقول لك معطى هنا ثلاث قيود بالشكل ده كده، بيقول لك في اول قيد ان السالب اكس 1 اقل من او يساوي سالب 1، والقيد الثاني عباره عن اكس 1 زائد 2 اكس 2 اقل من او يساوي 3، والقيد الثالث عباره عن اكس 2 زائد 3 اكس 3 اقل من او يساوي 4، تمام؟ وبقول لك هنا ان الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 اكبر من او يساوي الزيرو، تمام؟ يبقى احنا كده شفنا ثلاث متباينات، تمام؟ يعني ثلاث معادلات بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام؟ ولاحظ هنا بقى ان السالب، ان اول حاجه لازم نتاكد منها قبل ما نحل المساله ان الارقام اللي هنا ديت لازم تكون موجبه، لازم تكون موجبه، تمام؟ لان السالب واحد ده هيعمل ايه؟ انا ما ينفعش ان اشتغل المساله على الشكل ده كده. لازم اجي هنا واضرب في سالب، ولما اضرب في سالب هنا هتبقى عباره عن اكس واحد، تمام؟ ودي واحد، تمام؟ بس السالب الاشاره اللي انا ضربت فيها في القيد هنا هيقلب من اقل من او يساوي، هتبقى اكبر من او يساوي، تمام؟ يبقى ضرب الاشاره بيقلب العلامه دي، تمام؟ واولا هو هنا ما حددليش طريقه احل بيها، تمام؟ لان طبعا احنا عارفين ان مساله اللينير بروجرامنج بتتحل بطريقه السيمبلكس وبطريقه الجرافيكال، تمام؟ هو اولا هنا طريقه الجرافيكال ما ينفعش نحل بيها خالص. المساله هنا لازم نستخدم في الحل بتاعها طريقه السيمبلكس. ليه؟ لان طريقه الجرافيكال عشان اقدر احل بيها لازم المساله تكون في الاكس 1 والاكس 2 بس، ما يكونش فيه متغير زي الاكس 3 او اكس 4 وكده، لازم المساله تكون معطاه في الاكس 1 والاكس 2 بس، تمام؟ اول حاجه في الحل لما نيجي بقى نحل المساله، اول حاجه بحب اعملها بكتب هنا سوليوشن. يعني انت حضرتك بقى تكتب الحل هنا كده، تمام؟ بعد كده بقوم جاي هنا كده كاتب يوزنج سيمبل اكس ميثود، بكتب اسم الطريقه اللي انا بحل بها دلوقتي، يبقى بكتب يوزنج سيمبل اكس ميثود. بعد كده دالة الهدف اللي هي معطاه، تمام؟ معطاه زي ما انا قلت لحضرتك معطاه في الماكسمايز، انا بخليها في المينمايز، تمام؟ عن طريق ان انا اضرب في اشاره سالب، يبقى بعد كده اقول مينمايز ام اي ان، تمام؟ سالب زد ايكوال سالب اكس 1 ماينس اكس 2 ناقص اكس 3، تمام؟ بضرب في اشاره سالب، وبعد ما بخلص المساله في الاخر خالص برجع اضرب تاني في اشاره سالب وارجعها تاني للماكسمايز، بس احنا دايما بنحل والمساله في المينمايز، تمام؟ هنبدا برضو نكتب مجموعه القيود اللي هي معطاه، هي سبجكت 2 عباره عن ايه؟ عباره عن انا قلت لحضرتك هي بدال هضرب في اشاره سالب، يعني مثلا اول قيد كان عباره عن سالب اكس 1، تمام؟ لا انا ضربت في اشاره سالب يبقى لازم الاقل من او يساوي هتبقى اكبر من او يساوي 1، تمام؟ يبقى ضرب الاشاره بيقلب العلامه الاقل من الى اكبر من او يساوي او العكس، تمام؟ تمام كده. تاني قيد بيتكتب عادي خالص، عباره عن اكس 1 تمام زائد 2 اكس 2 اقل من او يساوي 3، وكمان القيد الثالث كان عباره عن اكس 2 زائد 3 اكس 3 اقل من او يساوي 4، تمام؟ وطبعا الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 اكبر من او يساوي 0، تمام؟ كويس قوي. في الخطوة الجاية بقى، تمام، الأكبر من أو يساوي دي والأقل من أو يساوي ديت والأقل من أو يساوي ديت، في الثلاث متباينات دولت أنا عايز أحول العلامات ديت لتساوي، تمام؟ قال لك إحنا هنحول العلامات ديت لتساوي عن طريق إن أنا باجي أكتب عادي خالص، بكتب المسألة تاني بقى من أول وجديد، بكتب المينمايز، تمام؟ هما إيه؟ اختصار المينمايز، تمام؟ أدي سالب زد بتساوي سالب إكس 1 ناقص إكس 2 ناقص إكس 3. جميل. بعد كده بكتب مجموعة القيود subject 2، تمام؟ تمام. بعد كده أنا عندي أول قيد عبارة عن إيه؟ عبارة عن إكس 1 أكبر من أو يساوي 1. قال لك في الأكبر من، خلي بالك وركز كويس، في الأكبر من أو يساوي، في الأكبر من علشان تتحول لتساوي، تمام؟ بنضيف متغيرين اتنين، بنضيف متغيرين اتنين، يعني أنا بكتب هنا إكس 1، كتبت الإكس 1 اللي هي موجودة أهو، تمام؟ أنا عايز بقى الأكبر من دي تتحول لتساوي، في الأكبر من علشان تبقى تساوي بنضيف متغيرين اثنين، متغير اسمه سير بلس ومتغير كمان اسمه ارتفيشال، تمام؟ السير بلس الاشاره بتاعته في القيد بتكون سالبه، تمام؟ بتكون عباره عن سالب 1، تمام؟ والمتغير نظرا ان اخر اسم للمتغيرات هنا كان اكس 3 فبسميه مثلا اكس 4، يبقى بعد كده سميته اكس 4.
الاكس 4 ده هو اللي انا حطيته هنا ده بيكون لازم يكون موجود في داله الهدف برضه تمام، بس المعامل بتاعه بيكون بزيرو. يبقى السير بلس اللي بيكون اشارته اللي بيكون بسالب واحد بنضيف السير بلس، يعني السير بلس موجود هنا المعامل بتاعه سالب واحد تمام، فلازم يكون برضه موجود هنا، فبنكتبه هنا زائد المعامل بتاعه بيكون بزيرو اكس 4 تمام. وبضيف تاني كمان ارتفيشال اسمه اكس 5، الاكس 5 ده لازم برضه يكون موجود في داله الهدف وبيكون موجود والمعامل بتاعه عباره عن اوميجا تمام، يبقى اوميجا اكس 5، والاوميجا ده عباره عن رقم بس بيكون كبير جدا 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 تمام. فالاكس 5 برضه بتكون موجوده في داله الهدف بس المعامل بتاعها باوميجا تمام، وبتكون الارتفيشال يبقى احنا اتفقنا ان الارتفيشال بدل بيتكتب هنا في القيد هنا المعامل بتاعه بيكون بموجب واحد تمام، وبيكون برضه موجود في داله الهدف بموجب اوميجا تمام، والسير بلس بيكون موجود في القيد المعامل بتاعه سالب واحد وبتكتب برضه هنا بس المعامل بتاعه بيكون بزيرو تمام. بعد كده المتباينه هتتحول لتساوي عادي خالص ما فيش اي مشكله، يبقى بتساوي واحد. بعد كده نيجي للقيد الثاني، في الاقل من علشان تبقى تساوي بنضيف متغير واحد بس اسمه متغير سلاك تمام، فعلشان كده بقى اكتب هنا اكس 1 زائد 2 اكس 2 زائد متغير سلاك تمام اللي هو عباره عن اكس 6 تمام، والمتغير السلاك اللي انا ضفته هنا ده بيكون في القيد المعامل بتاعه واحد وبيكون في داله الهدف المعامل بتاعه زيرو عادي ما فيش اي مشكله، يبقى زيرو اكس 6 تمام. وبقدر احول خالص الاقل من ديت لتساوي عادي ما فيش اي مشكله، يبقى اقل يبقى بتساوي 3 تمام. نيجي برده للقيد الثالث، نيجي برده للقيد الثالث عباره عن ايه؟ عباره عن اكس 2 تمام زائد 3 اكس 3، الاقل من ديت عشان تبقى تساوي بنضيف متغير سلاك تمام، فهيبقى متغير السلاك اللي هو عباره عن الاكس 7 تمام وبتساوي 4. متغير السلاك ده لازم يبقى موجود برده هنا في داله الهدف والمعامل بتاعه بزيرو، يبقى 0 اكس 7. لاحظ في الحل بيكون من خلال جدول تمام، والجدول اللي هنعمله ده بيكون فيه عمود اسمه البيزس تمام، والبيزس ده بناخده من هنا تمام. فلو جينا نبص لاول معادله هتلاقي اللي بيشارك فيها في البيزس، هتلاقي عندك هنا السير بلس اللي هو بالسالب، وعندي هنا اللي هو الاكس 5 اللي هو عباره عن الارتفيشال، والسير بلس عباره عن السالب اكس 4. في البيزس اللي بيشارك في البيزس هو الاكس 5، فاحنا بنكتبه في الجدول في البيزس ب 5 تمام. يبقى دي 5 ديت هكتبها دلوقتي في الجدول. وعندي هنا كمان السلاك، متغير السلاك هو اللي بيشارك برده في البيزس اللي هو البي 6 تمام، وعندك كمان السلاك هنا اللي هو البي 7 هو اللي هيشارك في البيزس تمام. يبقى انت عندك البي 5 والبي 6 والبي 7 هم اللي هيشاركوا في البيزس. بعد كده ببدا ارسم اول جدول تمام. اول جدول ده هيكون عباره عن ايه؟ هنشوف تمام. باجي في اول عمود هنا بكتب هكتب فيه البيزس، عشان كده بكتب هنا بيزس تمام تمام، وبشد خط كده، ترسم خط بالشكل ده كده برضه. في العمود الثاني على طول، في العمود الثاني على طول بكتب السي عباره عن ايه بالظبط، كل حاجه هنمشيها خطوه بخطوه تمام، وبقوم عامل خط بالشكل ده كده. بعد كده في العمود اللي بعد كده اللي هو عباره عن البي نود، البي نود ده عباره عن الارقام اللي هي يبقى هنكتب الواحد والثلاثة والأربعة في البي نود تمام، كويس جدا خالص. بعد كده بقوم عامل خط برضه بسرعه كده تمام. بعد كده انا عندي سبع متغيرات من اول الاكس 1 لحد الاكس 7 تمام، عشان كده هيكون عندي بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 4 وبي 5 وبي 6 وبي 7، اللي يبقى انا عندي هنا كده سبع اعمده، سبع اعمده تمام. فعلشان كده باجي هنا كده واقوم راسم سبع اعمده تمام. ادي العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس، العمود السابع تمام تمام. كده انا كونت سبع اعمده بالشكل ده كده، 1 2 3 4 5 6 7 تمام. بقوم جاي انا هنا كده تمام، المعاملات بتاعه البي 1 والبي 2 والبي 3 والبي 4 والبي 5 والبي 6 والبي 7 في داله الهدف هم اللي هيتكتبوا فوق هنا كده تمام، عشان كده انا بسيب لهم مساحه فوق هنا كده تمام تمام. بعد كده هنا انا هكتب البي 1 لحد البي 7 هنا، فعشان كده بقوم عامل الجدول بالشكل ده كده. وهنا بكتب السيتا، بكتب حاجه اسمها السيتا، هنشوف بتتعمل ازاي تمام. يبقى اول حاجه هنا انا سبت سبع خانات هنا بالشكل ده كده، عشان لما بدا عندي في داله الهدف من اول الاكس 1 لحد الاكس 7، فبستبدل اسامي الاكسات دي بس بحاجه اسمها البي، يعني بكتب البي 1 والبي 2 والبي 3 والبي 4 والبي 5 والبي 6 والبي 7 تمام.
المعاملات اللي بتتكتب هنا هي يعني مثلا البي واحد، المعامل اللي هتكتب هنا هو معامل الاكس واحد في داله الهدف اللي هو عباره عن السالب واحد، تمام؟ وانا عندي معامل البي 2 هنا هو المعامل بتاع الاكس 2 اللي موجود في داله الهدف، تمام؟ وتمشي بهذا النظام لحد ما تخلص الخانات ديت. يبقى البي 2 المعامل بتاعها بسالب واحد، تمام؟ والبي 3 اللي هو معامل الاكس 3 هنا اللي هو بسالب واحد ايضا، تمام؟ عندك البي 4 المعامل بتاعها هنا في داله الهدف بزيرو، البي 5 في داله الهدف هنا المعامل بتاعها بومجا، تمام؟ والبي 6 المعامل بتاعها هنا في داله الهدف بزيرو، والبي 7 المعامل بتاعها في داله الهدف هنا ايضا بزيرو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. دايما السيتا دي بتكون عباره عن البي نود على مين؟ انا لسه ما اعرفش، هنشوف دلوقتي. ببدا اكتب هنا في البيزس، هكتب البي 5 والبي 6 والبي 7، تمام؟ عشان كده بعمل هيتكون معايا ثلاث صفوف بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، تمام؟ ده اول صف، تمام؟ تاني صف، ادي تالت صف، تمام؟ تمام. بعد كده بقوم ماسح الزياده اللي هي هنا ده كده. هنا اللي هيتحسب هنا كده عباره عن الزد جي ناقص السي جي، تمام؟ كويس. وبقول من اول هنا من اول البي 7 قافل ديت كده، تمام؟ تمام. وبمسح الزيادات ديت عادي خالص، مفيش اي مشكله. يبقى في البيزس هنا هنكتب اول حاجه البي 5، تمام؟ والبي 6 والبي 7، تمام؟ كويس جدا. السي اللي هنا المعاملات بتاعت البي 5 والبي 6 والبي 7 اللي بتكتبوا هنا هم المعاملات بتوعهم اللي موجودين فوق هنا كده، يعني البي 5 هتبقى المعامل هنا بومجا او السبب بتاع السي الثوابت ديت بنجيبها من هنا، يبقى البي 5 بومجا، تمام؟ والبي 6 هنا بزيرو، والبي 7 هنا بزيرو، تمام؟ طيب البي نود عباره عن ايه؟ عباره عن في اول حاجه هنكتب الواحد والثلاثه والاربعه، الواحد والثلاثه والاربعه، كويس جدا، تمام؟ ببدا في اول صف هنا، تمام؟ بكتب معاملات كل، يعني بكتب هنا المعامل بتاع البي 1 اللي هو عباره عن الاكس 1 هنا اللي هو ب1، تمام؟ هتلاقي البي 2 هنا مش موجوده في اول معادله هنا، فعشان كده الاكس 2 مش موجوده هنا ولا الاكس 3، علشان كده البي 2 هتتكتب هنا بزيرو والبي 3 هتتكتب هنا بزيرو، انما البي 4 اللي بيمثلها اكس 4 هنا بسالب 1 فبكتب السالب 1 اهوت، والبي 5 هنا بيمثلها اكس 5 المعامل بتاعها هنا عباره عن 1، تمام؟ وطبعا نظرا ان ما فيش اكس 6 وما فيش اكس 7 فالمعاملات بتاعتهم هتبقى بزيرو هنا كده، تمام؟ نيجي لتاني معادله، تمام؟ هتلاقي فيها البي 1 بيمثلها الاكس 1 هنا فالمعامل بتاعها ب 1، تمام؟ ولو جينا هنا البي 2 اللي بيمثله هنا الاكس 2 فالمعامل بتاعها ب 2 بدل ال 2، فنيجي هنا مش هنلاقي من اول اكس 3 لحد اكس 5، فعلشان كده المعاملات اكيد لهم موجودين بس المعاملات بتاعتهم بزيرو، تمام؟ انما البي 6 موجوده هنا الاكس 6 اللي بيمثلها والمعامل بتاعها ب 1، والبي 7 موجوده هنا بس المعامل بتاعها بزيرو، تمام؟ تمام. نيجي برضو لثالث معادله، تمام؟ بنكتب البيانات بتاعتها هنا، تمام؟ فانا عندي الاكس 1 نظرا ان هي مش موجوده هنا فالبي 1 هتبقى بزيرو، تمام؟ المعامل بتاعها بزيرو، فنظرا انا عاوز اكتب دلوقتي المعامل بتاع البي 2 اللي هو موجود في المعادله الثانيه، هتلاقي هنا اللي بيمثل البي 2 الاكس 2 والمعامل بتاعها ب1 بالشكل ده كده. لو جينا للبي 3 موجوده اللي بيمثلها اللي هو الاكس 3 والمعامل بتاعها ب3 فبكتب ال3. لو جينا للبي 4 ولحد البي 6 هتلاقيهم بزيرو، تمام؟ لان مش موجود الاكسات اللي بتمثلهم هنا. وعندك كمان البي 7 موجود الاكس 7 اللي بيمثلها هنا المعامل بتاعها ب1 فبكتب ال1 زي ما حضراتكم شفتوا كده خطوه بخطوه. ببص بعد كده من اول البي 1 لحد البي 7 عايز احسب القيم اللي هي موجوده هنا كده، تمام؟ علشان نحسب مثلا المقدار اللي هو هنا ده بقول السي في البي 1، تمام؟ اللي هو عباره عن اوميجا، تمام؟ الواحد زائد الواحد في صفر بصفر زائد الصفر بصفر بصفر اقفل القوس هتلاقي النتيجه من الجزئيه ديت عباره عن اوميجا، تمام؟ بكتب هنا الاوميجا، تمام؟ ناقص واحد اللي هو عباره عن بلس واحد، يبقى اصبح ان النتيجه هنا بتاعت الزد للبي واحد السي للبي واحد عباره عن اوميجا بلس واحد، تمام؟ تمام. بعد كده بنفس النظام بحسب المقدار بتاع البي 2 هنا، علشان احسب القيمه ديت بقول الصفر في اوميجا بصفر، الاثنين بصفر بصفر، والواحد بصفر بصفر، ناقص ناقص واحد فالنتيجه بواحد، تمام؟ تمام. نيجي هنا برضه عشان نحسب القيمه اللي هنا ديت كده بقول ببص للعمود بتاع البي 3 وببص برضه للعمود بتاع السي بقول صفر في اوميجا بصفر زائد صفر في صفر بصفر زائد 3 في صفر بصفر ناقص ناقص القيمه اللي هي فوق هنا ديت اللي هي سالب 1 فالنتيجه هتبقى بواحد، تمام؟ يبقى النتيجه هنا سالب اوميجا، تمام. بعد كده عشان برضه احسب القيمه اللي هي هنا بقول 1
يعني عشان برضه احسب القيمه اللي هي هنا، بقول 1 في اوميجا باوميجا زائد 0 في 0 ب0 زائد 0 في 0 ب0، بقفل القوس عليهم واقول ناقص، ناقص القيمه اللي هي هنا ديت، فهتلاقي اوميجا ناقص اوميجا ب0. تمام؟ تمام. ولو جينا برضه للبي 6، لو انا قلت 0 في اوميجا ب0 1 زائد 1 في 0 ب0 زائد 0 في 0 ب0، فاصبح ان النتيجه ب0. تمام؟ لو جينا للبي 7 بنفس الطريقه هتلاقي النتيجه ب0. اتضح ايه هنا؟ لازم عشان برضه تعرف ان حضرتك ماشي صح، لازم البي 5 والبي 6 والبي 7 لازم تطلع في الزد جي ناقص السي جي قيمهم ب0، فطلع ففعلا هنا البي 5 ب0 والبي 6 ب0 والبي 7 ب0، يبقى احنا كده ماشيين صح، مظبوط مظبوط كويس. تمام؟ بعد كده بقى ابص هنا للارقام دي، تمام؟ بعلم ببص فيهم على اكبر رقم موجب، تمام؟ فانا لو انا بصيت هنا كده هلاقي ان الاوميجا، احنا اتفقنا ان الاوميجا ديت رقم كبير جدا، تمام؟ فعلشان كده بعلم هنا كده على العمود ده، ومعنى كده ان ده اشاره ان البي 1 هتخش هنا في البيزس في الجدول الجديد، بس مكان مين فيهم اللي بيحدد لي مكان مين فيهم السيتا، تمام؟ يبقى بدال ان العمود ده هو فيه الزد جي ناقص السي جي هو اكبر رقم موجب هنا، تمام؟ فعلشان كده هنا باجي في السيتا بقول البي نود على البي 1، تمام؟ البي نود يعني بقول 1 على 1 ب1، تمام؟ 3 على 1 ب3، 4 على 0 بما لا نهايه. باجي هنا في الخطوه دي بقى ببص في السيتا على اقل رقم موجب، على اقل رقم موجب واحدده، هتلاقي مين؟ هتلاقي الواحد، تمام؟ اصبح عندي هنا انا عندي الواحد بالشكل ده كده، وقلت البي 5 هتخرج في الجدول الجديد من البيزس ليه؟ لان لو انا جيت في الجدول ده ابص للبي 5 اللي هي موجوده في البيزس هنا، تمام؟ هلاقي ان اصغر قيمه في السيتا قبالها هنا كده، تمام؟ فعلشان كده البي 1 هيدخل مكان البي 5 في الجدول الجديد. طيب في الجدول الجديد شرط مهم جدا لازم تعمله، تمام؟ لازم القيمه دي تبقى 1 في الجدول الجديد وهي موجوده اهو ب1، يبقى الارقام ديت في اول صف هنا كده هتتنقل زي ما هي في الجدول الجديد، مش هيبقى في اي مشكله، تمام؟ نيجي هنا بقى للصف ده بس، لازم هنا القيمه اللي هي موجوده هنا ديت تبقى 0 وديت 0، فديت برضه ب0، فعشان كده الارقام ديت هتبقى زي ما هي، انا عاوز بس اخلي القيمه ديت ب0، تمام؟ فعشان كده في الجدول الجديد هقول R2 اللي هو ده هي اللي هي 1 R2 ناقص R1. الصف ده بس القيم بتاعته اللي هتتغير في الجدول الجديد. فحضرتك بقى بتيجي في الجدول الجديد، تمام؟ اللي انا عملته ده كده، بدخل البي 1 مكان البي 5، تمام؟ تمام. طيب السي ده، طيب السي القيمه ديت المعامل بتاعها هيكون عباره عن السالب 1، تمام؟ فبكتب السالب 1 هنا والزيرو والزيرو اللي هي المعاملات بتاعت البي 1 والبي 6 والبي 7 بكتبهم هنا عادي خالص، ما فيش اي مشكله، تمام؟ طيب انا عايز بقى من اول البي نود لحد البي 7 املى الخانات دي، تمام؟ لو قلنا ديت نظرا ان هي واحد خلاص، فبنقل فبنقل الارقام ديت عادي خلاص، فما فيش اي مشكله، ونظرا ان الارتفيشال هو اللي خرج من البيزس، ففي الجدول الجديد بنحذف العمود بتاع، فبنحذف العمود بتاع الارتفيشال برضو بتاع البي 5 من الجدول الجديد عادي، تمام؟ تمام. بعد كده بكتب البي نود، بكتب هنا واحد وهنا واحد، بنقل الارقام ديت عادي خالص، ما فيش اي مشكله، لانه نظرا ان واجهت ان القيمه ديت بواحد، فما فيش حاجه تتغير، بنقلهم عادي خالص، تمام؟ برضو بعد ما بمشي بار 2 يعني الارقام اللي هي في الار 2 بطرحها من الارقام اللي هي في الار 1، بحصل على ارقام جديده بالشكل ده كده اللي حضرتك شايفه هنا ده كده، ونظرا ان ده زيرو فبنقلها زي ما هي، وبمشي بالظبط نفس ما انا قلت لحضرتك في اول جدول هو اللي بتمشيه هنا، تمام؟ طيب بقف لحد امتى؟ يعني بتنيني ماشي لحد امتى؟ طول ما حضرتك بتشوف ان في هنا ارقام موجبه والسيتا ما فيهاش مش كلها مش سالب، بتنك تمشي عادي خالص، تمام؟ تمام. فبتمشي برده وهتلاقي هنا ان وجهك ان هنا في ثلاث وحايد، فانت هتختار اي حد فيهم، فانت بتختار اي واحد فيهم، فالاسهل فيهم انك بتختار البي 3 اللي هو العمود بتاع البي 3، تمام؟ وبتقسم البي نود عليه عادي خالص، تمام؟ بعد ما بتحسب كمان جدول بنفس الطريقه بالظبط، تمام؟ بتمشي برده هتلاقي عندك هنا بتختار اكبر رقم موجب هنا، تمام؟ اللي هو الواحد، تمام؟ بعد كده بتعلم على العمود ده وبتيجي هنا تعمل كمان جدول، بعد ما بتعلم عليه بتروح برضو تقسم البي نود على البي 4 وتجيب السيتا، وبعد كده بتحدد تشوف مين اقل رقم موجب في السيتا، هتلاقي الاثنين، تمام؟ بعد كده هتلاقي ان ده واحد، هتبقى انت عايز بس تخلي ده زيرو، فالارقام دي بتبقى ثابته هنا برضو ما بتتغيرش، الصف ده بس هو الارقام بتتغير بالشكل ده كده، تمام؟ والبي 4 بتدخل مكان البي 6، تمام؟ هتيجي بقى في الاخر خالص هتلاقي ان الزد جي ناقص السي جي كل ارقامها اصفار، ارقام البيزس اللي هي البي 1 والبي 4 والبي 3، بي 1 والبي 4 والبي 3 اصفار، تمام؟ انما اللي هم مش بيزس ارقام سالبه، يبقى اصبح هنا انك انت كده وصلت لطريقه اللي هي طريقه الاوبتيمال، طريقه اللي هي الطريقه طريقه الاوبتيمال سوليوشن اللي هي بنسميها الفيزابل سوليوشن او الاوبتيمال سوليوشن، تمام؟ وبعد كده الاكس 1 اللي هي عباره عن البي 1 اللي بتجيبها من البي نود بتكون عباره عن 3، الاكس 2 مش موجوده هنا فقيمتها 0، الاكس 3 ب 4 3، تمام؟ والاكس 4 ب 2، انا اللي يهمني اكس 1 واكس 2 واكس 3، تمام؟
بتيجي تعوض هنا بقى في داله الهدف، فبتطلع قيمه الزد ماكس وبتضرب في اشاره سالب بعد كده، فبتجيب الزد ماكس بالشكل اللي حضرتك شفته ده كده. وطبعا انا جريت بس في الخطوات ديت، لان انا شارح مفسرها اكتر في فيديوهات قبل كده، وانا شايف ان الموضوع يعني بسيط، مش مستاهل يعني ان انا اقعد اقول كل حاجه فيه بالتفصيل يعني وكده، لان برضه الفيديوهات اللي قبل كده كل حاجه متفسره فيها بالتفصيل وكده.